بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نقدم في جامعة سيناء؟ هنفتح الموقع بتاع الجامعة اللي هو www.su.edu.eg. اول ما الموقع يفتح هنكليك على apply وبعدين create new account، وبعدين هبدأ ادخل البيانات بتاعتي: الجنسية، الاسم الاول، الاسم الاخير، رقم البطاقة، تاريخ الميلاد، والنوع، وبعدين next. هنا هكتب الايميل ادرس بتاعي مرتين، وبعدين هكليك next. هنا بتأكد ان البيانات اللي كتبتها صح، وبعدين submit. برجع افتح الميل بتاعي، بلاقي فعلا ايميل وصلني فيه اليوزر نيم والباسورد. باخد اليوزر نيم وارجع تاني على الويب سايت اكتبه، وبعدين الباسورد، وبعدين بتسبمت، وبعدين ادخل على داتا وابدا املى البيانات بتاعتي: الاسم بالعربي، وبعدين بالانجليزي، واختار الديانة، وبعدين أبديت، وبعدين نيكست. هنا بكتب العنوان بتاعي، وادوس اد، وبعدين اضيف رقم التليفون، اد، نيكست. هنا بدخل بيانات الثانوية العامة بتاعتي، اكتب مجموع الدرجات والنسبة وسنة الحصول على الثانوية العامة، وان انا new applicant. save، next. دي الكليات اللي ان شاء الله هتفتح في الأنطرة. هنا برفع المرفقات بتاعتي اللي هي اول حاجة شهادة الثانوية، اد، وبعدين شهادة الميلاد، اد، وبعدين صورة البطاقة. اد، نيكست. هنا بختار الرغبات بتاعتي، اول حاجة بختار first preference، وبعدين المكان عريش او انطرة، وبعدين اختار الكلية بتاعتي، وبعدين add. لو حابب اضيف رغبة تانية تالتة، add، next.
لازم ادوس بيمنت اوردر عشان يبعت لي البيمنت اوردر. كده اتبعت لي البيمنت اوردر على الميل بتاعي. اروح على الميل هلاقي فعلا البيمنت اوردر بتاعي. شكرا.